هدى اصحي يا حبيبتي. صباح الخير يا هدى. صباح الخير يا ماما. اما انا كنت بحلم حتة حلم جميل جدا. خير يا ترى؟ حلمتي ايه؟ حلمت ان بابا جه من السفر وجاب لي ملعب وفساتين وحاجات كتيره قوي، وقعدت ابوس فيه وهو يبوس فيا، وكنت فرحانه قوي. يا ريت يرجع بقى من السفر واشوفه حقيقي يا ماما. يا حبيبتي مش قلتلك عنده شغل، لما يخلصوا يبقى يرجع. يا رب يخلصوا بقى يا رب يا رب. هو شكله حلو كده زي اللي شفته في الحلم يا ماما؟ يا حبيبتي انا ما اعرفش الشكل اللي شفتيه في الحلم. حلو قوي، حلو خالص. يبقى لازم هو. هو ليه ملوش صور عندنا؟ اصله ما كانش يحب يتصور. الله، انت بتعيطي يا ماما؟ لا يا حبيبتي انا ما بعيطش. لا، انت زعلانة عشان بابا مسافر وما بيرجعش. ماما ما تعيطيش، انا بحبك قوي قوي ومش عايزه اشوفك بتعيطي ابدا. اذا كان ظفر بابا هو اللي مزعلك، انا اول ما يجي واشوفه هقول له انا مخاصماك ومش هكلمك ابدا 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 الا لما اصالح ماما. يا حبيبتي يا هدى ربنا يخليك ليا يا بنتي. طب ما تعيطيش والنبي عشان خاطري، إذا كنت بتحبيني صحيح. يا خبر يا هدى، هو أنا ليا غيرك يا حبيبتي؟ أنا بحبك قد الدنيا دي كلها. يبقى لازم تضحكي بقى. حاضر. يلا اضحكي. أهو. ميرسي يا ماما، يا روحي يا حبيبتي. الله، الساعة كام دلوقتي يا ماما؟ الساعة 8 وربع. ياه، ده أنا اتأخرت أوي. انت نسيت ان النهارده الجمعه وانكل احمد جاي ياخدني يفسحني؟ بحب أنكل أحمد ده. النهاردة قال لي إنه هيجيب لي حاجات كتير أكتر من كل نوبة، وهيوديني السينما والملاهي وحتت كتيرة أوي أوي أوي. الله، هو ليه يا ماما بقاله كتير ما بيطلعش هنا وتملي يجي ويستناني تحت؟ يمكن بيكون مستعجل ولا حاجة. كل مرة مستعجل. الدكتور أحمد وصل. يلا يا ماما، يلا يا ماما، عشان أتأخر عليه ويسيبني ويمشي. والنبي يا دادا انزل قولي له انا هخلص حالا. حاضر. يلا ماما. هيك يلا. الوابور قطع النفس. ده انت وابور تعبان قوي يا انكل رأفت. من جهة تعبان تعبان. خلي بقى انكل احمد يكمل الدورية. عن اذنك بقى يا دكتور احمد، انا مضطر اسيبكم دلوقتي، يا دوب الحق معاد البروفا. يا في الحقيقة احنا الوقت سرقنا وعطلناك معانا. يلا بينا يا هدى. على فين؟ هو دقيقة. ما هو بس يعني لا ابدا والله ازعل. ده بيتك يا دكتور، خدوا فيه حريتكم زي ما انتوا عاوزين. يا استاذ رأفت انا مش عارف اشكرك ازاي. الحقيقة ده المكان الوحيد اللي باخد فيه حريتي واقدر اتمتع فيه مع بنتي. سلام عليكم. باي باي يا هدى. مع السلامة. باي باي يا انكل رأفت. ما
مالك يا هدى ساكته كده ليه؟ هو باباك لما كان بيسافر كان بيعمل كده زي بابا، يقعد كتير ولا يرجعش. طبعا يا حبيبتي هو كان الله. انت ما شعرك منكوش كده ليه؟ فين المشط بتاعك؟ في الشنطه. قومي يا حبيبتي. على ما صرحك انا هخليكي احلى بنت في الدنيا. ايوه تعالي كده موريكي.